من مدينة كوفنتري البريطانية ينضم إلينا رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان. أهلا بك معنا على شاشة الحدث وفي استوديو الحدث معك في مزيد من التفاصيل حول هذه التطورات المتعلقة بحالة الاحتقان الموجودة بين الأتراك والسوريين. إليك في مزيد من التفاصيل تحديدا حول محاولة هيئة تحرير الشام النصرة سابقا لتحضيرها وإرسالها لقوة عسكرية للسيطرة على الاحتجاجات. إذا فشل مساء الخير أو صباح الخير، إذا فشل أبو عمشي والحمزات والعنشات والسلطان مراد بقمع الاحتجاجات سوف تتدخل هيئة تحرير الشام، ولكن الواضح الآن القمع والحصار هو سيد الموقف. الأنترنت مقطوع عن هذه المنطقة، عدد الضحايا ارتفع إلى 5 الآن. بدأت حملة إعلامية لتشويه صورة الذين انتفضوا أمس وشاهدناهم بالصوت والصورة وحولوا الأمر بأنهم مسلحين اعترضوا على عزلهم وإلى آخره من هذا الكلام، لكن الواقع هناك 5 ضحايا مؤكدين، هناك أسنان الآن لا يعلم إذا ما كانا فارقا الحياة، لم نستطع التأكيد من الموقف بسبب انقطاع الانترنت عن كثير من المناطق في الشمال السوري مع استمرار يعني إغلاق المعابر مع تركيا وتجوال ما تعرف بالمجموعة والقوة المشتركة التي يرأسها أبو عمشة والحمزات وأيضا مجموعات أخرى مقاتلة لمنع أي احتجاجات ضد تركيا. أعتقد بأن إذا ما نجحت تركيا في القمع فالأمور ستسير ليس لصالح السوريين الموجودين في تلك المنطقة، بل ستسير لصالح المصالح التركية وليست لصالح السوريين الموجودين في تلك المنطقة. بؤر هذه الاشتباكات لو نعيدها معك، وأيضا أعداد الذين قتلوا في هذه في حالات الاحتقان هذه. يعني بالنسبة لبؤر الاشتباكات سجلنا 15 نقطة اشتباك والتحام مع القوات التركية. أعداد الذين قتلوا هم 5 قتلى مؤكدين لدينا حتى اللحظة، والمفارقة بأن جميع الذين قتلوا ليسوا من أبناء هذه المنطقة، هم مهجرين إلى هذه المنطقة، بينهم على الأقل 4 من الذين هجروا ضمن اتفاقية 2018 الغوطة الشرقية مقابل عفرين، هم من الغوطة الشرقية من جوبر والغوطة الشرقية، أي أن الأمر يتعلق بالذين تلقوا وعود بأن حياتهم ستكون أفضل بعد اتفاقيات بوتين أردوغان، وإذا بهم الآن يقتلوا برصاص القوات التركية والميليشيات الموالية لها في منطقة عفرين وفي مناطق تسيطر عليها القوات التركية ما تعرف بدرع الفرات وغصن الزيتون. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من مدينة كوفنتري البريطانية رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان.